نعم. وأنه فوق العرش. فوق العرش، هذا هو الاستواء، والعرش هو سقف المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش، والله جل وعلا فوق العرش، فوقية تليق بجلاله، ليست كفوقية المخلوق على المخلوق فيقال إنه محتاج للعرش. لا، الله فوق العرش وليس محتاجا إليه، بل العرش هو المحتاج إلى الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والأرض والعرش والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله جل وعلا، وأما الله فهو غني عنها. فليس معنى أنه على العرش أو استوى على العرش أنه محتاج إليه، بل العرش هو المحتاج إلى الله لأنه مخلوق، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض. نعم.